اجتماع اللجنة الأولمبية السعودية يحدد مشاركة اللاعبين المقيمين ضمن المشاركات الرياضية الرسمية. الأخضر يختتم ودياته بنصف درزن في أستراليا والمسحب، يشيد بانضباطية اللاعبين. أنباء عن استبعاد النصر لماجد والهريفي من المدعوين لافتتاح المتجر، ورابطة الاتحاد تطير لدعم المنتخب في أستراليا. حافظ المدلج يكشف النقاب عن رابطة الأندية المحترفة ويسلط الضوء على رابطة اللاعبين المحترفين. الأهلي يكسب ودية القادسية الكويتي بهدفين، والدوسري والعابد يبدأان علاجهما في الهلال. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30، والذي نناقشه في أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار الشوط. أبدى رئيس شؤون المنتخبات الوطنية محمد المسحل رضاه عن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حاليا في مدينة ملبورن الأسترالية، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا. وبين أنه تلقى العديد من التقارير الفنية والإدارية أكدت انضباط والتزام اللاعبين بالمواعيد وسط ارتفاع الروح العالية وإحساس اللاعبين بأهمية المباراة، مشيرا إلى أن ذلك هو الأمر الذي شاهده بعينه بعد وصوله إلى ملبورن. كشفت مصادر مقربة من نادي النصر أن الإدارة بصدد توجيه دعوات خاصة لعدد من اللاعبين القدامى من أجل حضور حفل افتتاح متجر النادي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت مصادر أخرى غير مؤكدة إلى أن المسؤولين عن توزيع الدعوات استبعدوا من القوائم الدوليين السابقين ماجد عبد الله وفهد الهريفي بسبب اختلافهما مع الإدارة الحالية برئاسة الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي. تغادر رابطة مشجعي نادي الاتحاد برئاسة صالح القرني غدا إلى العاصمة القطرية الدوحة، ومنها إلى مدينة ملبورن الأسترالية، من أجل مساندة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراته المصيرية والحاسمة أمام نظيره الأسترالي، وذلك في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة للمرحلة النهائية المؤهلة إلى مونديال البرازيل 2014، بعد أن تكفل أحد أعضاء شرف نادي الاتحاد الذي لا يرغب في ذكر اسمه بمصاريف السفر إلى أستراليا، وشارك عيد الجهني المشرف العام على فريق الاتحاد في دعم الرابطة، وكذلك عضو مجلس الإدارة صالح باهويني. أدى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريبين اليوم الجمعة خلال المعسكر الذي يجريه الفريق في دبي، وأجريت الصباحية على ضفاف شاطئ البحر والحديقة المجاورة لمقر إقامة البعثة، حيث تركزت على التدريبات اللياقية فيما تركز ميران العصر على الجوانب التكتيكية في الملعب. ووصل عصر اليوم الثنائي عبد العزيز الدوسري ونواف العابد تمهيدا لبدء برنامجهما العلاجي إثر الإصابتين اللتان تسببتا في استبعادهما من قائمة المنتخب الأول. ومن المنتظر أن يصل مساء اليوم الثنائي سلطان البيشي وسلمان الفرج للانضمام إلى المعسكر بعد عودتهما من المشاركة مع المنتخب الأولمبي. كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراته الودية التي خاضها اليوم أمام القادسية الكويتي بهدفين دون رد، سجلهما حمود عباس في الدقيقة 87 وعبد الرحيم جيزاوي في الدقيقة 88، وذلك ضمن معسكر الفريق الإعدادي المقام حاليا بمدينة دبي. وجرى بين شوطي المباراة تبادل الدروع التذكارية بين النادي الأهلي ونادي القادسية الكويتي، حيث سلم محمد البناي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية درع ناديه للأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي، والذي سلمه درعا مماثلا. كما سلم راشد حسن الهيدي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة دبي لكرة القدم درع ناديه للأمير فهد بن خالد، فيما تلقى رئيس الأهلي درعا آخر من علي النعيمي مدير الإعلامي بنادي الجزيرة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة أن نرحب ضيفينا معنا في الاستوديو الدكتور حافظ المدلج، بس ما راح أقول أكثر من خلاص، بس كيف براكان صديقي براكان صديقي براكان
شكرا لوجودك معنا. الله يحييك. سعيدين بوجودك. الله يخليك. يعود للساحة الإعلامية الرياضية من جديد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف والمخضرم أستاذ عبد الله الضويحي، كاتب صحيفة الرياضية. مساء الخير أبو بدر. مساء النور. سعيدين بوجودك معنا. وأنا أكثر. شاكرين لقبول الدعوة. لا لا العفو، حق واجب، روتانا لها قيمتها لها تقديرها، وأنت شخصيا والدكتور حافظ أيضا. بس لازم تعدنا ما تكون الأولى والأخيرة يعني. بإذن الله إن شاء الله. طيب نبدأ مباشرة باللي انتهينا فيه أمس، كان عن موضوع الأستاذ فيصل عبد الهادي. ممكن نتكلم عن الأستاذ فيصل عبد الهادي، أنه بعد ما صدر القرار أنه حق الرجل الآن أنه ينصف من الإعلام. الرجل كان في مرمى السهام في الفترة اللي كانت فيها مشكلة الأمانة مع في مباراة الأهلي والشباب، وفي الأخير صدر القرار أنه كل شيء كان يعني مضبوط كذا، نجيبها بالمختصر يعني، وأنه الاستئناف نادي الشباب على استئناف الاتحاد القدم لم يقبل، والتفاصيل اللي ذكرناها بالأمس. احنا تواصلنا مع سافيس عبد الهادي اليوم وطلبنا من الرجل انه يكون له تعليق. ذكر بالحرف الواحد انه ما علق سابقا ولن يعلق لاحقا، وانه يكفي من كل هذا الموضوع بحسب وصف الرجل، انه تعرض لهجوم اعلامي غير مبرر من بعض مسؤولي الأندية، وتعرض لهجوم اعلامي غير مبرر من بعض الاعلاميين ولم يعلق، يكفي في كل الموضوع وثقة رموز الرياضة، وأنه في نهاية المطاف القضية انتهت، والرجل لم يفكر في يوم الأيام بمحاباة أحد على أحد، وأنه ما علق سابقا ويشعر أنه ما في أي داعي أنه يعلق الآن. يمكن أنا وتحليلي الشخصي، وهذا تحليلي مش كلام فيصل عبد الهادي، أنه الرجل لا يريد أن يظهر بمظهر أنه خلينا نقول الشامت أو المنتصر أمام أي أحد. هو يرى أنه قضية رياضية انتهت وخلاص. نبدأ بهالموضوع، تعليقك عليه أبو بكر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا لازم أبارك لك المنزل الجديد ما شاء الله. أنا طلعت معك من 4 حلقات كل حلقة في الاستوديو، فأبارك لك المنزل الجديد، بعدين أبارك لك أكثر بالجائزة أفضل مذيع رياضي عربي 2011. والحقيقة أنه هذا إنصاف جاء من الخارج، ودائما الإنصاف دائما يجي من الخارج، بالذات لنا إحنا في الوسط الرياضي. الوسط الرياضي دائما يكون قاسي علينا، فدائما الحمد لله دائما الانصافات والارشادات تجي من الخارج. فهنيك وهني روتانا من قمة الهرم إلى الموظف اللي جاب لنا الشاهي، مبروك، لأنه هذا كله انتصار لك والروتانا، وثقة كانت في محلها، وبرنامج أثبت وجوده. أن تقدم برنامج يومي أنا أعتقد أنه عمل انتحاري، لكنه مدامك لازل تحيي كويس. فيصل عبد الهادي أخو عزيز، أنا عرفت فيصل لما كان مدير منتخبات يعني في 2001 أول ما انضميت للرجل إداري من الدرجة الأولى. يعني هو عنده حس الإعلامي وحس الفني بحكم أنه اشتغل فترة طويلة مدير كرة بنادي الاتفاق. أحيانا في قضايا تصير ويكون فيه لابد من كبش فداء، ولابد أنه يكون فيه يعني كان فيه خطأ وكان فيه مشكلة صارت، وفي ذيك اللحظة ما كان الإعلام ولا كان الوسط الرياضي مستعد أنه ينتظر إلى أن تنتهي القضية بملابساتها وإلى آخره. فكان القرار أنه لابد أنه يكون في علاج لهذا الخطأ، وكان القرار الحقيقة أنا يمكن قلت الكلام هذا أكثر مرة، فيصل عبد الهادي ووليد السقا وناصر السعدي 3 من أفضل الموظفين اللي في الأمانة العامة، لكنه حدث خطأ وتناول الإعلام على أنه خطأ، والإثارة الصحفية اللي تابعته وشكاوى الأندية وهو على أنه خطأ، وكان لازم لصانع القرار في الرياضة أنه يتخذ قرار، واتخذ قرار في ذلك الوقت بناء على المعطيات. لكن بس ثبت الحين دكتور أنه ما هو خطأ. أنا عارف، بس قاعد أقول لك في ذيك اللحظة إذا تسمح لي، هل المفروض الآن اتحاد القدم للأمانة وللإنصاف لرجل خدم ولرجل الآن ظهر في الموضوع كله، بالنسبة خلينا نقول لي أنا شخصيا ما أبغى أنسبه لأي أحد في الوسط الرياضي، يعني ظهر أنه كان كبش فداء، ألا يستحق بصراحة فيصل عبد الهادي بعدما ظهرت الحقيقة كاملة أي موقف إيجابي من اتحاد القدم، أو أي موقف خلينا نقول على الأقل تعليق، ما نقول رجعوه أمين عام الاتحاد القدم، لكن نوع من الموقف الإيجابي تجاه الرجل؟ والله شوف، أولا ما أقدر أتكلم، يعني أنا أوكي عضو اتحاد. لا رأيك الشخصي اللي يمثل الدكتور حافظ. أنا رأيي الشخصي إنه فيصل حتى وإن ترك الاتحاد لا زال يعني مكانته موجودة، وكون فيصل أنا الآن عندنا أمين عام مكلف
ولا زال البحث جاري عن أمين عام في ظل رفض الزميل عبد الله الساهلي إنه يتولى المسؤولية كاملة، دليل على إنه هذا الكرسي ساخن جدا، من الصعب جدا أن تجد يعني من يملأ. ممتاز. وبالتالي وفيصل ملأ لفترة طويلة، أنا أعتقد إنه فيصل أثبت جدارته في أشياء كثيرة، ومهما كان يظل أبو عبد العزيز يعني محل نفسه قريب، وأنا من الناس على فكرة اللي تواصلي معه الحمد لله. يستحق موقف من اتحاد القدم؟ يستحق موقف مو من اتحاد القدم، يستحق موقف من الرياضيين كلهم. من اتحاد القدم؟ لا موقف رسمي. الرياضيين إن شاء الله إنه لا، خلنا نقول موقف رسمي. إيه أنا مثل ما كان الرجل أبعد بقرار والآن صار مثل كبش فداء، يستحق إنه موقف رسمي من اتحاد القدم. أنا متأكد إنه يعني صانع القرار في اتحاد القدم لا يمكن إنه يعني أصلاً، على فكرة ترى فيصل لما ابتعد في ذيك الفترة كان ولا زالت علاقته بصناع القرار في اتحاد القدم من أفضل وأقوى ما يكون. أبو بدر وأنت إعلامي كذا مخضرم، كيف تقرأ أنه فيصل عبد الهادي في تلك الفترة والذي أبعد، يعني شخص رسمي يمكن ما يبغى يتكلم علشان وضعه الرسمي، لكنه أبعد، الجميع توقع أنه بعد ما يبعد خلاص، يعني أنا ما عاد عندي حسابات، أبعدت ما في شيء أخاف عليه، والعلاقات خلاص يبدو أنها انتهت بهذا القرار. مع ذلك الرجل لم يخرج ليتكلم بحرف واحد رغم كل الضغط الإعلامي اللي كان وجهه له شخصي، خلاص لأنه مش موجود بشكل رسمي وما عنده حسابات يخاف عليها، خلاص أبعد من المنصب. كيف تقرأ عدم التعليق وتقرأ اليوم أن الرجل حتى يرفض التعليق؟ بسم الله. عفوا والله، شوف أولا بالنسبة لموضوع فيصل لا أريد أن أتكلم عنه، لكن أنا أعتقد أنه أنا ناقشت الموضوع نفسه وكنت أدور في هذا الاتجاه في مقال كتبته في وقتها لما كان احتجاج الشباب، يعني كان يدور في هذا الإطار نفسه، وكان في خطأ على يد الشباب، وكان واضح أساساً من الخطابات اللي تبودلت مع الاتحاد الرسمي لكرة القدم والأنظمة واللوائح واضحة، وكان فيه يعني انه القانون دائما يقول انه لا يحمي على ما قال المغفلين، احنا نتهم نادي الشباب بالمغفل، لكن هذا المثل بصوره عامه انه القانون لا يحمي كذا اخطات، يعني خلينا نجيبها بالصوره هذه الطف واخف. اي هي لانه لا يحمي، كنت في لوائح وحاضر ورشه عمل وكل شيء، فكونك اخطات يعني ليش غيرك مثلا ما اخطا. لكن خلينا من هذا الموضوع، لما نجي لموضوع ابو عبد العزيز، اولا ابو راكان اقرب وتكلم عنه فيما يتعلق، لكن انا اعتقد اولا بصوره عامه للاسف احنا عندنا هنا بسرعة دائما لا بد ان يذهب ضحيه كبش فداء كثير، ليس في مجال الرياضه ولكن في مجالات كثيره احيانا يكون الضحيه شخص ليس له ذنب او نتيجه لاي سبب معين، لا بد من التضحيه بمسؤول معين، برئيس معين، برئيس قطاع معين، يعني يكون احيانا هو كبش كنوع فداء من الاجراء، كنوع من الاجراءات لا بد، يعني اعتبرها، هل تعتبرها امتصاص رده فعل، هل تعتبرها معالجه للموضوع مؤقته، يعني كائن ما كان، لكن تظل العلاقة على ما قاله معروفة من اللي أصدر القرار أو اللي صدر ضده القرار، أحيانا هم يمكن قد يكونون أيضا علاقتهم قوية. نجي لأبو عبد العزيز، هي ترجع أولا لذات الشخص، في نوعية من الناس محترمة وتحترم رأيها وتحترم نفسها، وبالتالي يقول أنا عارف نفسي واثق من نفسي والمسؤول عارفني واثق، فأنا ما في داعي أنه أنا أبدأ في تصفية حسابات حتى مع المسؤول أو حتى مع الوسط الآخر، أن أجي وأقول لا أنا مظلوم، هم عارفين كل شيء أمامهم. وبعدين دائما أنا يهمني ما أتكلم عن نفسي بصورة عامة، يهمك الإنسان العاقل اللي يدرك الأمور، أما الإنسان الآخر اللي يأخذون المواضيع بحساسية ويأخذونها بنوع من التدخل الميول أو الانتقاد أو الشخصنة أكثر من أنها العمل، فهذا اللي ما يهم الإنسان أنه رأيهم فيه، أنه يأخذ معهم أو يعتذر لهم أو لا يعتذر أو يبين وجهة نظر لهم، لأن لو بينها لابد أن يأتي شخص آخر وينطلق من هذا التبيان إلى أشياء أخرى قد لا تخدم القضية. يستحق رجل موقف، الرجل يستحق التقدير، يستحق موقف رسمي من اتحاد القدم خلال الأيام القادمة أنه حدث كذا كذا واعتذار تراجع كنوع من التقدير للرجل. لا هو شوف، تقدير الرجل أولا يعني برز في براءته من أعلى سلطة في العالم، يعني لم يبرز هذه البراءة من اتحاد كرة القدم على سبيل المثال عشان نقول قد يكون فيها نوع من الدفاع عن أحد منسوب الاتحاد في يوم من الأيام. عندما يأتيك التقدير، وكنا نقولها كان قبل شيء، يقول يأتينا التقدير من الخارج، عندما يأتيك التقدير وتأتيك صك البراءة من أعلى سلطة رياضية في العالم، فأعتقد أن هذا هو أكبر تكريم. لو اتحاد القدم أخذ هذا الموقف يكبر الاتحاد القدم؟ المفروض طبعا. طيب الخبر الثاني اللي او الاخبار اللي معانا اليوم، المسح اللي ابدا فيه معك ابو بدر، هالخبر المسح يشيد بانضباطيه لاعبي المنتخب السعودي، الاخبار تتواتر بشكل يومي من المعسكر، كل الاخبار ايجابيه، مباريات نكسبها، مستويات
مقنعة إلى حد ما، انضباطية لاعبين، راحة نفسية للاعبين، ما بقى إلا اللي نشوفه في الملعب أمام أستراليا. والله الحمد لله. أولا أنه يعني اللاعب السعودي ما هي غريبة، يعني كون أنه يشيد بالانضباطية أنا أعتقد أن هذا ما هو شيء غريب على لاعب المنتخب أنهم يكونوا منضبطين يعني في معسكر، خاصة في هذه المرحلة. أنا أعتقد أنه المرحلة القادمة هي من أصعب وأخطر المراحل اللي مرت على منتخبنا في الفترة الأخيرة. طبعا لاحظت يمكن من 30 سنة لم يمر الموقف المنتخب السعودي بموقف مثل ما يمر عليه الآن. المباراة هي من أقوى وأخطر المباريات. أكثر ما نخشاه على المنتخب السعودي في هذه المباراة العامل النفسي فقط. فنياً أنت تشوف المنتخب؟ والله أنا متفائل ونعتقد أنه فنياً لا يقل عن المنتخب الأسترالي، لأنه ترى على فكرة لو ترجع لتاريخ المباريات، إحنا مشكلتنا أنه التصفيات بدأت في بداية الموسم، اللاعبين راجعين من إجازات يعني حتى ما بعد استعادوا حساسيتهم على الكرة، بس ما كان في إجازات يا بدر، اللاعبين مساكين يعني. بس اضطر ياخذ معسكر في معسكر، اضطر ياخذ إجازة شهر ونص بعد التعب، فرجع لك يعني ما مداه حتى يستعيد لياقته، يعني عادة ياخذها قبل، يرجع قبل الموسم بشهر ونص شهر. لا، فهذه إحدى الإشكاليات إنه التصفيات، ثم أن يعني فبدأت مع بداية الموسم. وأعتقد أن الناحية الأخرى لم يكن هناك مدرب، تأخر وصول المدرب أو الحصول على مدرب، أيضا إعداد الفريق كان يعني ما المدرب ما تعرف على إمكانيات الفريق، ما قدر ينسجم مع الفريق عده. فهذه المشكلة اللي واجهتنا في البداية، لذلك خسرنا من عمان وخسرنا من أستراليا. كان على الأقل أنت ما تخسر مباراتين وهذه تساعدك. فالآن الفريق بدأ، ولذلك أنا أعتقد أنه فنيا ما عنده مشكلة. المشكلة من الناحية النفسية أنه تخشى أي شيء لا سمح الله طارئ في المباراة يؤثر على خوف على المنتخب السعودي فقط نفسي دكتور؟ والله شوف، يعتمد على المنتخب الأسترالي. أنا في رأيي أكثر المنتخب السعودي، أنا أتوقع المنتخب السعودي سيعطي العطاء اللي يستطيعه. إذا أستراليا اللاعبين اللي فيها بذلوا مجهود وكأنها مباراة مهمة بالنسبة لهم، مباراة مصيرية، ستكون في خطورة كبيرة على المنتخب السعودي. إذا المنتخب الأسترالي دخل المباراة وهو ضامن التصدر المجموعة وضامن التأهل وما عنده أي خوف، وبالتالي ما عنده شيء يخسره، ولو مدرب قرر يجرب بعض اللاعبين الجدد ولا يستدعي، يعني أنا واضح أنه حتى الآن لم يستدعي اللاعبين الموجودين في أوروبا. إذا هذه الأمور، هذه المعطيات، وبالتالي المنتخب الأسترالي يعني لم يتعامل مع المباراة بجدية كاملة، تكون فرص المنتخب السعودي أكبر. لكن أنا عودتني كرة القدم أني ما أنها ما لها أمان. أنا أعتقد أنه إحنا ضيعنا فرصة التأهل المضمون مباراة عمان في الرياض، كان المفروض أن إحنا نفوز، وكان المفروض أن إحنا الحين ما نتكلم عن مباراة أستراليا. لكن منتخبنا عودنا في السنوات الأخيرة أنه يتركنا إلى اللحظة الأخيرة وننتظر خدمة من أحد. الآن الوضع صعب، المباريات حتى الخدمة ما نفعتنا. يعني إحنا نذكر عدد من المباريات، كوريا الشمالية كانت بيدنا في الملعب وما كسبنا، البحرين كانت بيدنا في الملعب وما كسبنا، عمان كانت بيدنا في الملعب وما كسبنا. ونبغى نعد يعني حتى على مستوى الأولمبي حتى. أنا أقول لك هي مشكلة، هذه القضية. أنا أقول إنه العوامل الأخرى الجانبية اللي أنت ما تكون يعني دائرة في الحسبان، يعني ما في بالك إنك في آخر لحظة لاعب والله مثلا ما يعرف يموت اللعب، ولا خبرة تخونه، ولا مدافع يخطي، ولا هذه أشياء هي اللي أحيانا يعني تخونها. أنت بكرة مثلا لا سمح الله يوم الأربعاء لا سمح الله ممكن يكون في طرد في بداية المباراة، ولا يكنسل لك كل مجهودك. عشان بس النقطة اللي أبغى أقولها أنه أحيانا يكون العمل سواء الاتحاد وعمل المدرب وعمل الأخ محمد المسحل عمل ممتاز، ولكن هي في النهاية في يدها الـ11 رجل اللي في الملعب، يا يصيرون رجال يجيبون النتيجة، يا أنه مثلا واحد منهم كافي، واحد يعني ما يصيروا رجال، يعني حارس مرمى واحد، حارس مرمى أو مدافع أو مهاجم ذاك اليوم ما يعطي العطاء المطلوب منه، كل المجهود يروح. وبعدين إحنا مشكلتنا العبرة بالنتائج، يعني مثلا لو ما تأهلنا بنعلق المقالص لمحمد المسحل ولريكارد واتحاد القدم وللجميع، وقد تكون غلطة لاعب. إحنا لما الفريق يؤدي في الملعب يقدم مباراة ويخسر، يعني دائما إحنا نقول اللي صار في كرة اليد، المنتخب السعودي أمام المنتخب الكوري الجنوبي قدم كل ما يمكن أن يقدم في لعبة كرة اليد. لا يمكن تشوف المباراة وتقول اللعيبة ما لعبوا، ولا تقول اللعيبة أعطونا زيادة، ولا ليش ما سويتوا اللي المفروض يتسوى، سووا كل شيء، خسروا. بعد المباراة طلعنا في البرنامج وقلنا يعطيكم العافية، ما لا يمكن نطلب منكم أكثر من اللي أنتم سويتوا. مشكلتنا إذا اللاعب دخل الملعب وما سوى شيء. بعدين بس أبغى أسألك عن شيء، في ناس كثير تحتاج إنه اللعيبة صاروا اليوم رجال،
ولا نبغى لعيبه يكونون رجال؟ في ناس تقول يعني ايش القصد انتم يعني اذا ما فازوا اليوم هم رجال؟ هذه تعبيرات بس انقلها لكم انت تبغى تعدل. انا ما بقضيه قضيه التعديل. انا اقول دائما لاعب يعني خلني اتكلم بصراحه. احنا عندنا لاعب نسميه لاعب نادي ولاعب نسميه لاعب منتخب، وانا مؤمن بهذا الكلام، مؤمن انه في لاعبين على مر تاريخ السعوديه قدموا مع انديتهم كل شيء وقدموا مع المنتخب ولا شيء، ولاعبين قدموا مع المنتخب مع انديتهم نفس العطاء، ولاعبين قدموا في المنتخب عطاء اكثر. المنتخب بحاجه اليوم الى اللاعب اللي قدم مع المنتخب عطاء اكثر، اما لاعب في المنتخب في النادي يحرث النادي ويحرث الملعب ويسوي كل شيء ويصاب ويكمل ويقاتل على الكوره ويجي في المنتخب وتشوفه يلعب على الوادي. الاجواء في النادي لا اريح من المنتخب. لا ما هي بالاجواء، يمكن الاجواء هي قضيه استشعار. يمكن في ناس في المنتخب يعني معليش تصدق نفس اللاعب. هي قضيه استشعار مسؤوليه. انا لما البس الشعار الوطن خير لما البس شعار نادي. هذا المفروض. اي معليش هذا المفروض، بس كمان انا بعد في الغرف المغلقه لما تسد نفسي وتسوي لي مشاكل وتغثني وتضايقني معليش يا دكتور طيب. وتقول لي بعد خمس دقائق انزل الملعب وخلي نفسيتك حلوه واعطني اداء كمان بشر. فاصل قصير بعده ونعود لمواصله الحديث مع ضيفي.